أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الأربعاء 16 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الثور عاطفيا: لا تضع حدودا لعلاقتك بمن تحب، وتصرف على طبيعتك المعهودة، وكن لينا في التعاطي رغم الظروف الصعبة، إلا أن قرب الحبيب هو المكان الأفضل للراحة والاسترخاء. مهنيا: لا تفكر في الكثير من الأمور بنفس الوقت، قد تتشتت ويضيع وقتك دون أن تنتهي من أعمالك، وبناء علاقة جيدة مع الزملاء تضمن لك الكثير من النجاح والراحة. صحيا: المشي مهم جدا في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل، وينسيك الضغوط المتراكمة، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة. توقعات برج الثور للرجل: عليك الصبر لكي تجني ثمار تعبك، لا تدع الحياة تقودك في الاتجاه الخاطئ، كن حذرا كثيرا ولا تجعل المشاكل من حولك تدمر حياتك، ركز وفكر بعيدا عن الناس ستجد الحل، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة اليوم. توقعات برج الثور للمرأة: تحتاجين الكثير من الوقت للوصول إلى التوازن في حياتك، خذي نفسا عميقا وتأملي تفاصيل حياتك اليوم، الأمور تسير على ما يرام، أما هذه المشاكل اليومية التي تصادفينها فهي من متطلبات العيش، لا أحد يستطيع تجنبها، يمكننا فقط التأقلم معها ومحاولة مواجهتها. مؤشرات برج الثور ليوم الأربعاء: الطاقة 100%، العاطفة 85%، النجاح 90%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الثور ليوم الأربعاء: 10، 96، 65، 21. توافق برج الثور ليوم الأربع: في الحب مع الأسد، في الصداقة مع الثور، في العمل مع الجوزاء. الكوكب الزهرة، العنصر ترابي.